أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الثاني أصدرته مسرحة الأرصاد الجوية عن موجة الحر التي تجتاح المناطق الشمالية خاصة الوسطى الغربية على كل من غليزان شلف وحتى على عين دفلة، حيث درجات الحر وصلت النهار اليوم إلى غاية 43 درجة حتى خلال يوم الغد إن شاء الله. أما عن حالة السماء فمسرحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال صبيحة الغد على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية إن شاء الله، لتصبح الأجواء مشمسة بحول الله تقريبا على جل المناطق الساحلية، لكن على المرتفعات والهضاب سحب ركامية رعدية ستخص خاصة المرتفعات الداخلية الوسطى والهضاب العليا الغربية. هذه الرعود ستمتد إلى مناطق الجنوب الغربي حتى على شمال الصحراء. سحب أكثر كثافة خلال أمسية الغد ستخص أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتاسيلي. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله وخاصة صباحة الغد تقارب 22 درجة على العاصمة، نفس المقياس على تيزي وزو البويرة وحتى على باتنا، 27 درجة على معسكر غليزان وشلف، 28 درجة على غردية، نفس المقياس على بشار، كذلك على إن صالح ورقلة وحتى على برج باجي مختار، لترتفع لغاية 31 درجة على تندوف وحتى على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى دائما في ارتفاع على المرتفعات والهضاب، لكن ستعرف بعض التراجع مقارنة باليوم على الواجهة الساحلية، وتتراوح ما بين 34 إلى غاية 36 درجة مع نسبة رطوبة عالية. 44 درجة كالمقياس على معسكر غليزان وحتى على عين دفلة وشلف، 42 درجة على غردية كذلك بشار، 44 درجة على كل من ورقلة بسكرة المغير وتوغرت وحتى على برج باجي مختار. ترتفع طقس حار سيخص تندوف لتقارب 47 درجة تحت الظل. البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل، حتى السباحة مسموحة تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة ضمن التيارات الشمالية شرقية مع درجة حرارة مياه البحر تقارب 24 درجة مئوية.